on voit le système solaire, on se demande si le système solaire a un commencement ou pas. Donc, pour découvrir l'histoire du système solaire, on peut faire une expérience. Ce ballon est représenté un nuage de gaz sableux. Et la farine représente les galaxies, les étoiles, etc. Donc, comme on le voit, cette partie de la farine qui est présente ici, comme je l'ai dit, représente des molécules, des galaxies et des étoiles. Après, avant 4,7 milliards d'années, quand on a un nuage de gaz sableux, comme je l'ai dit, NASA, on a fait un raison. من بعد هاد البقايا اللي بقاو من هاد لي موليكول بداو من بعد مليار ديال السنوات هما جالسين كيتجمعوا فيما بعضياتهم باش في الاخر يعطيونا لو سيستيم سولير. كيف ما كنشوفوا حنايا عندنا هاد لي بلانيت يدوروا حول الشمس. كنتسالوا واش الكواكب كلهم عندهم نفس السرعه او لا، يعني كيقدروا انهم يكملوا الدوره ديال على الشمس في وقت، يعني في نفس الوقت. دونك بور ميو كومبروندر اون بو فير اون اكسبيريونس. كما كنلاحظوا ان كل ما كان البلانيت قريب من الشمس كل ما كانت السرعه ديالو ولا لا تور ديالو حول الشمس سريعه. دونك ابري غادي ندوزو لا ديرنيير ايتاب، هي غادي نتعرفوا على لو بلانيت لو بلو بروش لو سوليل اللي هو ميركور عطارد. هو كيتعتبر لو بلو بروش بلانيت دو سوليل، اي اون ميم طون تيتعتبر لا تمبيراتور فيه طالعه بزاف بحكم انه كيف ما قلنا في الاول انه قريب للشمس، والمسافه ديالو اللي كتبعد بينه وبين الشمس هي مليون كيلومتر. كما كنعرفوا ان البلانيت اللي خلوا الرسولي هي نبتون، ونبتون تعتبر هو ابعد كوكب عن الشمس، اللي تعتبر ايضا بعد واحد الدرجه كبيره باسكو تخلوا الرسولي. وكنشوفوا جوج كواكب اللي تتمكن منهم، يعني كتمكن منهم الحياه اولا نقدروا نعيشوا فيهم. عندنا اول كوكب اللي هو الارض بحكم انه كيتحتوي على 70% ديال الماء، يعني وكيتحتوي على الموارد الطبيعيه اللي كيحتاجهم الانسان للعيش. كنشوفوا الكوكب الثاني اللي ماشي فيريفيا، ولكن تيقولوا بانه كيحتوي تو على الماء، هو المريخ. تو تيحتوي على موارد طبيعيه وتتمكن منه العيش. وشكرا.